العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله في حلقة جديدة من برنامج فقه المرأة. نسعد بتواصلكم معنا دائما وعن طريق الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة وعن طريق الفيسبوك الخاص بالبرنامج. مشاهدينا، كما تعودنا أننا في برنامج فقه المرأة نسلط الضوء على المشكلات الاجتماعية التي تحدث خللاً في المجتمع أو بين أفراد الأسرة في المجتمع، لكي نضع لها الحلول الشرعية. وغالبا ما تكون هذه الحلول كما بينا لكم من قبل بعيدة عن الكثير من الناس. مشكلة الغيرة هي طبعا المفروض احنا بننطقها الغيرة، لكن هي لغة الغيرة، غار على امرأته أو غارت على زوجها. مشكلة كبيرة جدا، لأن الغيرة وإن كانت في الأصل هي موهبة أو فطرة أو غريزة خلق الله الإنسان عليها، إلا أن الإنسان يستطيع أن يحول هذه الغيرة من شعور إنساني محبوب إلى شعور غير إنساني مذموم. هناك الغيرة بين الأزواج، وهي دائما بنسميها غيرة قاتلة. إذا فلتت من أحد الزوجين وانقلبت من غيرة إلى شك، فإنها تصبح غيرة مذمومة بل غيرة قاتلة، تؤثر على قيام الأسرة، تؤثر على استقرار الأسرة. هناك غيرة بين الأبناء والأبناء، هناك غيرة بين الناس جميعا في الوظائف المختلفة، وزي ما هنشوف الفرق بين صور هذه الغيرة وبين الآيات القرآنية. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لكن اسمحوا لنا الآن في تقرير عن في الشارع عن الغيرة عند الأزواج والزوجات، وكيف تنقلب من محمودة إلى مذمومة. مطلوبة بس مش للدرجة، في فرق بين الغيرة وفي فرق بين الشك. ما هو أساسي لازم يكون في غيرة، خلاص مفيش، لأن ما دام في حب لازم الإنسان يغير على الإنسان اللي بيحبه. بس غيرة تخنق غير غيرة بس يعني عارف أنت، أنا البنات بقى والولاد، لو أنت أكيد لو مرتبط بحد يعني هتشوف مثلا بيعكس خطيبتك أو حبيبتك أو صاحبتك أو مراتك، أكيد هتتضايق. الغيرة لو اتحولت للشك يبقى دمار، خلاص خربت كل حاجة. أنا أوظفها في الجانب الإيجابي الحسن المطلوب، مش أحاول إنها تكون غيرة هدامة، تحاول إنك إزاي تخليها غيرة بناءة. الست النصحة مثلا أنا بقول لها بدل ما تغيري على زوجك وتقولي له مين كلمتك ومين اللي معاك في التليفون، تجاهل الموضوع ده وشوفي إيه أرقام النقص اللي عندك وعوضيها. الست اللي ما بتغيرش دي تبقاش ست، يعني المفروض الست العاقله ان هي المفروض بتشوف جوزها ايه اللي خلاه يعمل حاجه زي كده وتعالجها، ان هي ما تخلوش يبص بره، ان هي تشوف رغبات وطلبات، وان هي تهتم بنفسها، وقبل ده كله هي تكون واثقه من نفسها، لان الغيره اللي بتبقى زياده عن اللزوم دي بتبقى مش حلوه، بتبقى قاتله للراجل وللست. الثقه مطلوبه ان هي تبين له ان هي واثقه فيه برضو كده، بس لازم تبين له ان يعني برضه بتغير عليه، مش مجرد ان هم اتجوزوا خلاص يعني بقى في رابط ما بينهم وما بقاش ليها لازمه يعني. اكيد كل حاجه ليها حدودها عشان ما تبقاش خانقه اوفر يعني، بس اكيد مطلوبه يعني، احنا مجتمع شرقي وكده. اكيد انا شايف غيره بين الزوجين حاجه مطلوبه جدا بين الزوجين. في نوعين من الازواج بيقبل غيره انها نوع من الاهتمام، وفي ناس ثانيه بتعتبرها انها شك او عدم ثقه، وده بيسبب مشاكل. حسب التوافق بين الزوجين هيقدروا ان هم يفهموا بعض اكتر، عشان خاطر طبعا الغيره بتبقى سامها ومطلوبه عشان تبين ان اللي قدامه بيحب تاني وكده بيغير عليه. بيبقى حاجه نفسيه ان هو مش بيبقى واثق في نفسه، بيبقى شاكك اصلا في نفسه وفي قدراته، فبالتالي بيبقى عنده مشكله ان هو مش واثق في اللي قدامه، ولا حتى بيبقى غيران على قدامه بمجرد ما اي حد يكلمه او يكلمها.
أنا بشكر طبعا الحقيقة هذا التقرير ومن قام بعمله، وهو تقرير وإن كان يعني كده بسيط، لكن الحقيقة أدى الهدف من هذا التقرير. وحنعلق على هذا التقرير، بس إحنا معنا دلوقتي على التليفون من أمستردام الأستاذ الدكتور طارق أسعد. مش جاهز لسه؟ طيب، التقرير لقينا فيه الفرق بين الغيرة والشك، وإحنا هنكلمه، وأن الغيرة هي شعور غريزي وفطري محبوب، لكن حينما تقترن الغيرة بالشك فإنها تتحول إلى شيء غير محبوب، قد يؤدي إلى هدم الأسرة وإلى المشاكل. هو التقرير ركز على أن غيرة الزوجة على زوجها، لا، هو في غيرة متبادلة، يعني في غيرة للزوج على زوجته وغيرة للزوجة على زوجها. وزي ما أنا هشوف معاكم الغيرة في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف أن نساءه قد يعني غرن من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يميل إلى بعضهن ولا يميل إلى آخر. أيوة، معنا مين؟ معنا مداخلة في أمستردام، أستاذنا الدكتور طارق أسعد، ودايما بيسعدنا ودايما بيغذي البرنامج بأفكاره النيرة والتي فيها حلول كثيرة لمشاكلنا الاجتماعية. أستاذنا الدكتور طارق، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. احنا طبعا بنشكر حضرتك لان وقوفك مع البرنامج يعني في حلقات كثيرة الحقيقة، وبنسعد دائما بمداخلات حضرتك. حضرتك زي ما شفت يا أستاذنا ان احنا بنتكلم عن الغيرة، وعملنا عنوان الحلقة الغيرة القاتلة. الحقيقة انا اخترت كلمة القاتلة لان الغيرة الان قد خرجت عن ضوابطها وعن حدودها، واصبحت تتحول الى انفصال والى هدم للزوجات. فانا عايزه حضرتك تفرق لي بين هذا النوع من الغيره وبين الغيره المعتدله. تمام يا فندم. هو الحقيقه الموضوع اللي حضرتك بتطرحيه من المواضيع فعلا المهمه اللي ليها نصيب كبير قوي في عيادات الطب النفسي. نعم. واللي فعلا عدم التعامل الجيد معاها ممكن يعمل مشاكل كبيرة، ممكن يدمر أسرة، يشرد أطفال. نعم. وتعبير القاتلة مش تعبير مبالغ فيه، لأن كتير من الجرائم اللي بتحصل، الجرائم الأسرية، أيوة، بتكون مشاكل بسبب الغيرة. نعم. فاحنا هنا يا فندم عايزين نفرق ما بين حاجتين. أيوة. بين الغيرة الطبيعية الصحية. أيوة. اللي هي معناها الحب والحماس لشيء وعدم قبول أي مساس به، يعني زي الغيرة على الدين، الغيرة على الوطن، الغيرة على العرض. ودي من الحاجات المحمودة اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بيها وامتدح المؤمنين اللي بيتصفوا بيها. نعم. ودي حاجة مطلوبة بالعكس. نعم. يعني الزوجة لو زوجها مش بيغير عليها بتتضايق، لأن الغيرة مش هتحصل إلا إذا كان الواحد بيحب. يعني بتحس بعدم رجولته، يعني هي بتحس بعدم رجولته. بالظبط يا فندم. نعم. هي بتقيسها بالرجوله وبتقيسها كمان بالحب. نعم. لان ما بيغيرش عليا معناها انه ما بيحبنيش. فدي حاجه بالعكس، دي مطلوبه وجميله. نعم. اللي انا بركز عليه يا فندم هنا هو الغيره المرضيه. ايوه. لان كثير من انواع الغيره من الممكن ان يكون وراها مرض نفسي. ايوه. ويجب التعامل معاها الحقيقه بحذر وبحرص، لان الحالات دي لما بتتعالج المشاكل الحقيقه بتقل كتير جدا. ايوه. انا هضرب مثل بثلاث انواع. نعم. اول نوع اللي هو الغيره الذهنيه اللي بيكون سببها اضطراب ذهني. يعني دي في نوع من الامراض النفسيه بيبقى فيه تغيير في الكيمياء بتاعه المخ. بيبقى الواحد عنده ضلالات، يعني اعتقاد خاطئ وراسخ ان مراته بتكون، ويبدا يعمل منظومه ويفتش، ومهما الناس تحاول تقنعه ما بيقتنعش. طبعا النوع ده بيبقى مضر، لانه ممكن ياخد قرارات وممكن حتى انه يرتكب جرائم بسبب الحكايه دي. هنا دور الزوجه الحكيمه انها تدرك ان ده مرض. يعني مش انها تغضب وتروح عند اسرتها، لا، تبدا انها تتعاون مع افراد اسرتها او اسرته، وتحاول مع زيارة طبيب نفسي ازاي هم يودوه لعيادة الطب النفسي.
هي فندم بنشوف حالات زي كده، بيكون المريض عنده شكوك فظيعه ناحيه زوجته، وبعد العلاج بيخف ويقول ازاي انا عملت كده، والاسره بتنقذ تماما. فالحقيقه ده نوع اخطر نوع، ومهم ان احنا نشخصه ونتعامل معاه بصوره جيده. نعم. النوع الثاني يا فندم اللي هو الفيرا كطبع او سمه. يعني ده بيبقى شخص طبيعته شكاك، في عندنا حاجه اسمها اضطراب الشخصيه الشكاكه، يبقى الشخص ده طول عمره ما بيثقش في الناس. لما تقولي له كلمه طب تقصدي ايه معناها؟ شكاك. بالتالي لما بيجي لما بيجي يتجوز بيعمل نفس الكلام مع زوجته. هنا هنا دور الزوجه انها تفهم الطبيعه دي فيه، بتحاول على قد ما تقدر انها تتجنب المواضع اللي بتثير الغيره عنده، اذا كان طريقه لبس، طريقه كلام. ولكن الحقيقه احنا بنحب الكلام ده يبقى معروف من الاول. يعني دي قد تتفاجئ، هي قد تتفاجئ بهذا الطباع. بالظبط يا فندم، بالظبط. نعم. النوع الثالث بنسميها الغيره كعرض من اعراض الوسواس. يعني هنا المريض بتبقى عنده فكره مسيطره عليه ان مراته بتخونه، وهو عارف انها غلط. يعني بيجي المريض يشتكي يقول انا واثق في زوجتي جدا وهي انسانه محترمه جدا، بس الفكره بتجيلي ومش قادر اقاومها. طبعا النوع ده بيبقى اخف لانه بيبقى عنده استفسار. وهو اللي بيروح للدكتور وهو اللي بيطلب العلاج، بس ممكن زوجته تلاحظ تغيير عليه لانه عاده ما بيقولهاش الكلام ده وما بيقولوش لاي حد. فيمكن دول الثلاث انواع يا فندم اللي انا حابب اقولهم. واقول ان مش كل غيره معناها سوء خلق. ماشي. لا، ممكن يكون ورا الغيره ده مرض، ولو اتعاملنا معاه مظبوط، لو الشخص ده اتعالج الاسره دي بتنقذ تماما. وفي نسبه نجاحات يا دكتور للعلاج النفسي في مثل هذه الحالات؟ عاليه جدا يا فندم. عاليه جدا جدا. طب الحمد لله. يعني حضرتك ما تتخيليش الشخص بعد ما بيتعالج هو نفسه بيقول ازاي انا كنت هعمل كده. طب هل تنتقل صفه الغيره بين الازواج الى الابناء كصفه بالزبط. وراثيه؟ بالظبط يا فندم. بعض الصفات الوراثيه ممكن انها تنتقل من الاب للابن، ممكن يكتسبها عن طريقين، عن طريق الصفه الوراثيه وعن طريق التعلم. أيوة. يعني هو لو الولد عنده استعداد اكتسبه من والده، وكمان هو شايف والده بيمارس السلوك دوت، ممكن يظهر عنده. ايوه، يعني لو والده بينحاز لحد من اخواته مثلا، او طبعا الام بتنحاز لحد من بناتها مثلا، فاكيد طبعا بيبقى في غيره من الباقي يعني. وده لو حدث، لو هو عنده استعداد هتظهر عنده الغيره وبصوره كبيره جدا. نعم، وهذا حدث في القران الكريم في سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف. عموما انا بشكر حضرتك جدا، عشان عارفين ان حضرتك دلوقتي على ابواب الدخول لقاعه المؤتمر، وان شاء الله دايما حضرتك تشرفنا بهذه الكلمات التفصيليه العلميه. شكرا لسيادتك يا دكتور طارق. مشاهدينا، زي ما شفنا تقسيمات الدكتور طارق الحقيقة، وربط هذه التقسيمات بالعلاج النفسي، يعني أنا مجرد ما أشوف إن زوجي أو زوجتي بدأ أحدهما ينحرف عن الغيرة المعتدلة، وبدأ يبقى هناك شجار بينهما بسبب الظن، سوء الظن، بلاش هنقول الشك، مجرد سوء الظن، وبعد سوء الظن هيتحول إلى الشك. وتصوروا بقى إن ربنا سبحانه وتعالى في أدابه الإسلامية قد عالج مثل هاتين الحالتين، لكن إحنا فين وعلاج ربنا فين؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول أيضا في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لو أنا كزوجة وزوجي طبقنا هاتين الآيتين على حياتنا الأسرية والشخصية، ستكون الغيرة غيرة أمر الله بها، غيرة على حدود الله سبحانه وتعالى أن تنتهك، وليست غيرة شخصية زي ما قلنا تتحول إلى مأساة
او الى انحراف زي ما احنا بنشوف. وكمان الدكتور طارق الحقيقه يعني نهى عن الاعتقاد مقدما على خيانه الزوجه. يعني بكل اسف انا بيجي لي اسئله كتير اني سمعنا ان فلان اتجوز على فلانه. طيب هو فين هذه الخيانه اللي انتم متمسكين بيها؟ وايضا موضوع الشك بقى، في زوج مثلا يحب مراته جدا ويطلب منها ان تلبس لبس او زي معين، هل يا ترى انا كزوج بحب زوجتي لحبها ولشخصها، ولا بحبها ان تعرض وتستعرض جسدها امام الاجانب؟ وهذا تكون ليست بغيرة كما يرى البعض، ولكن تكون افتخار بان زوجي بيحبني وانا كمان بحبه وعايزة ابسطه. فبنلاقي بقى الامر بخلع الحجاب من احد الزوجين، وانا يقول لك وانا حر انا بستمتع بكده، او الامر بالزينه او المكياج اللازم. ايوه معانا مين؟ حاضر. ام سماح، السلام عليكم ورحمه الله. سماح اتفضلي يا سماح. ما انا بقول ام سماح. ازيك يا دكتور؟ اتفضلي يا ماما. السلام عليكم. انا بقول لك يا دكتور انا عندي سؤال وعايزه نساله، بس نعم. يعني خلي صدرك واسع ليا شويه. نعم معلش. انا ام عندي ابن متجوز بقاله 22 سنة ومخلف 3 ولاد ومجوز ابنه الكبير، وهو سنه صغير لسه متعداش 45 سنة. لسه سنه صغير يعني. طيب وزوجته كويسة وفاضلة ومؤدبة ومحترمة وعاشت عمرها وياه، يعتبر هو اللي مربيها. نعم. من ايده دي لايده دي. طيب. وانا عايشة وياهم ويعني حياتهم كلها خطوة بخطوة معايا. وبعدين فجأة لقيناه حاله قلق واتجوز واحدة تانية من ورانا، وما عرفناش انه اتجوز الا بعد 5-6 شهور. طيب وعرفنا بقى الله يصلح حالها ان هي يعني اتجوز بقى، يعني حاله انقلب خالص من بني ادم لبني ادم تاني. ما هو مبسوط وميسور والحمد لله، وعياله متربيين كويس. يعني المشكله منين بالظبط يا حاج؟ المشكله ان هو انا عايز يتجوز، عايز يتجوز، اتجوز اتقلب حاله. عايش على الموضه. انا عايز وعايق من بني ادم وبيصلي وطالع الحج، بس اتقلب يا دكتوره وبقى واحد تاني. طيب يعني انقلب عشان انتوا معندين معاه يا حاج؟ لا هو اصل انا شايفه ان زوجته عايشه معاه كويسه، مش حوجاه لجواز تاني. لا 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 بص يا حاجه. ايوه خليكي معايا شويه عشان ما نطولش. في حاجه نفسيه محدش يشعر بيها ابدا، الزوج اتجوز ليه مره اخرى. ايوه بتبقى الزوجه الاولى جميله ومفرفشه وشعرها اصفر الذهبي و و و والزوج مش قادر يستمتع بيها استمتاعا كاملا. والله هي كويسه خالص. لا حضرتك ما قعدتيش معاهم في غرفه النوم، حضرتك ما اشتركتيش معاهم في العلاقه الزوجيه. هذا سر لا يعلمه الا الزوج فقط، حتى الزوجه نفسها لا تعلمه. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى هيقول له ايه؟ يقول له تقع في المعصيه وتزني عشان تكمل رغبتك، ولا تتزوج من اخرى؟ قولي لي انت بقى وجاوب عليا. فالحاجات دي يا جماعه في أشياء يصعب، خلافات زوجية يصعب الاطلاع عليها بالحس، مش محسوسة، حاجات كده نفسية مش محسوسة، فالزوج ما يقدرش يقولها. حتى لو الزوجة اشتكته في المحكمة وميت محكمة ما يقدرش يقول انت ست فاضلة جدا جدا لكن انا مش قادر استمر معك نفسيا. فما تغصبوش عليه وخلوه برغبته، طالما هيعدل بين الزوجتين وبين ابناء الزوجتين. ماشي يا حاجه ام صلاح؟ ماشي يا حاجه ام صلاح. ايوه سمر اتفضلي يا سمر. ايوه دكتور.
دكتورة معلش أنا أسفة، أنا سؤالي بعيد عن الحلقة شوية بس يعني يا ريت حضرتك تفيديني. والله أنا كنت صبرة الموضوع الحلقة ده يعني هيجيب لنا تليفون كتير قوي عن الحلقة دي. لا معلش هو الموضوع بعيد شوية. هو الموضوع ان انا زوجي بابا توفى وساب له مبلغ ورث وهو كان ما تمش السن القانوني. المهم والدته طبعا كانت الوصية عليه واخدت. مين اللي ما كملش السن القانوني؟ زوجي كان وقتها ما كملش السن القانوني. كان عنده كم سنة؟ كان عنده 18 سنة. 18 سنة. امال اتجوز عنده كم سنة؟ نعم. امال هو اتجوز عنده كم سنة؟ اتجوز وهو عنده 24 سنة. طيب طيب حضرتك بس خليكي معايا وانا لا لا بس انا عشان اخليكي معاكي عايزة اعرف الصح ايه. طيب يعني ازاي واحد ما كملش سن اللي هو يتسلم فيه ميراثه؟ هو لما والده توفى كان عنده 18 سنة. أيوة. فالمجلس الحزبي طبعا كانت مامته هي الوصية عليه. تمام. بعد ما تم 21 سنة والدته أخدت المبلغ اللي هو الورث بتاعه وحطته باسمها على اتفاق ان هي تجيب له شقة بيها وتكتبها له. تمام. المهم أخدت الفلوس وكملت عليها جزء وكتبت الشقة باسمها. باسمها هي. باسمها هي. احنا دلوقتي اتجوزنا وخلفنا وكده ومعانا اطفال، فهو بيقول لها انا عايز شقتي، خدي انت الفلوس اللي انت دفعتيها فيها واكتبها لي باسمي. تمام. فهي رفضت وقالت له لا الشقه دي بتاعتي ومش هكتبها باسم حد ومفيش حد هياخد مني حاجه الا لما اموت، مع العلم ان الشقه فيها فلوس ورثه من والده. وقال لها دي فلوس ورث. هو ولد وحيد يا؟ لا هما ولدين. وهي اتصرفت مع طب والتاني؟ واتصرفت مع اخوه الكبير بنفس الشكل، يعني هي برضو خدت فلوسه برضك. ايوه. وجابت شقه وكتبتها باسمها، يعني هي دلوقتي في شقتين باسمها غير الشقه بتاعتها، بتقول ان والدهم كتبها باسمها برضو قبل ما يموت. طب مش ممكن تكون هي عملت الخطوه دي على اساس يبقى ارثه لها، لا هي مش لزوجها، بعد الوفاه يتقسم على ولديها ماشي حضرتك، بس هو المفروض لو هي هتعمل كده تعمله في مالها هي، ده مالها، دي فلوس الولاد من ابوهم. يعني هي خافت، يعني خافت ان الولاد مثلا يبذروا الفلوس ولا حاجه، ما هو في جهل في المسائل دي حضرتك. هي بس يعني معلش، يعني هو حضرتك ممكن ما تصدقيش بس بامانه وحياه ولادي، هي ست شديده جدا ايوه ما بيحصل، شديده جدا. وحبست ابنها الكبير قبل كده، عملت له مشكله ودخلته القسم وعملت له قضيه وسجنته. فاحنا من خوفنا منها، وهو يعني جوزي مريض عنده مرض معين، فهو يعني حب يامننا وقال يديها هي الفلوس اللي هي دفعتها ويامن نفسنا منها. طب والمشكله حضرتك بقى سؤالك ايه يا انا سؤالي إن يعني هل على زوجي، هي دلوقتي رفضت وزوجي قال لها خلاص انا هسيب لك الشقه طالما انت ظلمتيني ومش عايزه تديني حقي فيها، انا هسيب الشقه وهاخد ولادي وهاخد عفشي وهمشي وهسيب البلد كلها وهمشي. وهو بيفكر فعلا ان هو يعمل كده. هل على زوجي وسر بالرغم من ان انا عرفته ان هو ما ينفعش يقطع رحمه، وهو قال لي انا مش هقطع الرحم بس انا مش هعيش جنبها. قال يعني انا هسال عليها وكده بس من بعيد مش هعيش جنبها. ما هو مش عايز طبعا يقطع صله الام. طبعا لا، احنا الحمد لله يعني هو جوزي على قدر كبير جدا من التدين والاحترام والحمد لله. طب الحمد لله. طيب والحمد لله هو مش انت بقى موافقه على كلام زوجك ولا مش موافقه؟ لا طبعا موافقه، يعني انا موافقه، حتى ان انا يعني بصراحه قلت له يعني يشوف هي دفعت كام وتسيب الشقه، لان انا بصراحه بخاف منها، هي ست مؤذيه عايزه تبعدي عن اذاها. يعني بالظبط كده، لاني بقول لحضرتك يعني ابنها الكبير سجنته قبل كده، فانا عارفه ان لو جوزي لا قدر الله جرى له حاجه احنا مش هنصعب عليها. طيب بصي يا سحر، يعني انا رايي ان كنتوا تستمروا في هذا الموضوع اللي هو تبعدوا عن اذاها، وربنا ان شاء الله تعويضا لحرص زوجك على ان تستمر العلاقه الرحميه بينه وبين امه، انك انتوا سيبوا لها الفلوس دي ومحدش عارف
الموت إن شاء الله هيتقسم الفلوس دي لأنها ملكها، وتقسم على جوزك وعلى أخوه بعد ما حرمتهم وبعد ما بهدلتهم وبعد ما حن. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. محدش هيخلد في هذه الحياة، ويمكن تموت في لحظة إحنا نتفاجئ بيها نتفاجئ بيها، لكن أهم حاجة إن إحنا لما هي تموت يعني نكسب دعاها، نكسب دعاها. ودايما بكل أسف الأموال الميراث دي هي اللي بتعمل تشتيت وتفكيك بين أفراد الأسرة. فأنا عايزة صوت العقل بتاعك أنت وجوزك نستخدمه دلوقتي لغاية ما إن شاء الله ربنا بإذن الله يقرر ما عنده. ماشي حبيبتي؟ أيوة اتفضلوا. دينا اتفضلي. دينا سلام عليكم. دينا السلام عليكم. رنا، منى اتفضلي. يا منى. ايوه يا دكتوره اتفضلي يا حبيبتي. والنبي انا بنتي مسافره عمره الشهر الجاي، والبيريود هتكون عندها في نفس الميعاد. ايه اللي عندها في الدوره؟ ايوه. ينفع تطوف وتسعى ومفيش اي مانع عليها؟ طيب حاضر. هو دلوقتي الدوره هتكون قبل ولا أثناء العمرة؟ إذا كانت قبل العمرة، وطبعا إحنا خلاص خدنا معاد من شركة السياحة والمعاد ده فوق، عبارة عن فوق، يبقى أنا أسافر وأنا كده، وأحرم وأنا كده. يعني إيه أحرم وأنا كده؟ الإحرام زي ما قلت لكم عبارة عن إيه؟ نية الدخول في العمرة. يعني إيه؟ بعد ما اغتسل، والاغتسال مستحب وليس بواجب، ما صليش بقى الركعتين بتوع الإحرام اللي هم برضك سنة، ما صلهمش، لا أقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة فتقبل مني. هذا لو قبل. طيب سافرت هناك، استنتها في المدينة، احنا الأول بنسافر في المدينة غالبا، لقيتها لسه ما قطعتش، طب هل يا ترى هقعد في المدينه ولا ادخل مسجدا، ولا ادخل مسجد الرسول، ولا ادخل الروضه طول ما في الدوره موجوده؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا احل المسجد لحائض او جنب، اي مسجد لا تدخل فيه المراه لو كان عليها الحيض. خلاص. طيب فأنا رحت هناك، هستنى يومين وهتمشي خلاص نعمت، لكن هسافر مكة وهي لسه ما مشيتش، هنتظر لغاية قبل ما سافر بيومين. لو استمرت حتى لو كانت نقط، حتى لو كان اللون بني، لابد إن أنا أشوف الطهارة الداخلية. لقيت في الطهارة الداخلية اللون الأحمر أو الأصفر أو البني، يبقى ده البقايا بتاعتها. ماشي؟ لأن لها ألوان كتيرة. فقبل السفر بيوم أو بيومين أعمل بقى عمرتي وأنا مضطرة. طب مضطرة يعني إيه؟ يعني أحط الحفاض وبعدين أعمل الطواف 7 أشواط اللي هو طواف الإفاضة، وبعدين أعمل السعي 7 أشواط، وبعدين بقى إيه؟ في ديني إيه بقى؟ في رقبتي إيه؟ في رقبتي إن أنا أذبح إيه؟ أذبح شاه. طب أذبح شاه ليه؟ ولا بتعاقب؟ لأ مش بتتعاقبي، لكن عشان تكملي النقصان اللي حصل، لأني طبعًا المفروض الطواف شرطه الطهارة، وطالما ما قدرتيش تعملي بنفس الشرط وقدرت وفضلت معلقاكي كده لغاية ما خلاص هتسافري مع الرفقة بتاعتك، يبقى إذن رأي الحنفية، وأنا بقولها هو على الهوى، رأي الحنفية ورأي ابن القيم ورأي ابن تيمية أن تطوف الحائط بحالها، يعني زي ما هي، ثم تذبح هناك، مش تسبح هنا، تذبح هنا، وبكده تكون قبلت عمرتها إن شاء الله بالرغم من وجود الحيض. ليه؟ لأن هناك قواعد فقهية
بنيت عليها مسألة التخفيف والتيسير ورفع الحرج، وهذا الحكم مبني على هذه القواعد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يريد الله أن يجعل عليكم في الدين من حرج، إلى آخر هذه الآيات يا ستي منى. خلاص يا ستي منى فهمتيني؟ زي ما نشوف قبل نشوف أثناء ونشوف حمشي وأنا إيه؟ حمشي وأنا كده يبقى أطوف وأنا كده. أيوة محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. حضرتك أنا كنت متجوز أم عيالي بقالي 10 سنين. أيوة. وطبعا كنا عايشين نصف 14 عمر، طبعا أنا ما قلت لها أمك ولا أبوكي ولا مديتي إذا عليها وكنا عايشين مبسوطين. فجيت طبعا هي جالها وظيفة في معهد بحوث البترول في مدينة نصر. فطبعا اشتغلت فيه 3 سنين، السنة الرابعة لقيتها بتتغير زعيق تشنيج، انا عايز اتطلق، انا مش قادر العيشة، انا مش عارف ايه، طب انت في ايه، مش عارف ايه. طبعا لغاية ما شكيت اني مثلا كل حد مثلا سقاها حاجة لا بتاع حاجة، جبت لها شيخ قرا عليها قعدت تصوت مش عارف ايه. ده كلام كله تمثيل. نعم ده كلام كله تمثيل بعيد عن الحقيقة تماما. طبعا انا حاولت معاها، رحت لوالدها، والدها والدتها جم واخواتها البنات جم. كان في علاقات زوجيه بينكما يا محمد؟ نعم. كان في علاقات زوجيه بينكما؟ اه كان في علاقات. ايوه ايوه. طيب يعني انا كنت كل حياتي كنت شايفها لها، مش معترف يعني من ناحيه اي حاجه. امال هي نفره منك امتى بقى؟ نفره منك ما اعرفش يعني. زمايلها اللي هم في المعهد دول لما رحت لقيتهم ان هم بيحكوا لي حاجات كانهم حضرتك نايمين معانا في السرير اليوم بيومه. لا 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 لا. فطبعا قلت لهم الكلام ده باب الشقه ده بيبقى عامل زي القبر، محدش يعرف عنه اي حاجه. طبعا والدتي جنبي واخواتي جنبي لا يعرفوا عنه اي حاجه. ولا حتى لو اتخانقت انا وهي او زعلت انا وهي، هي بتخش اوضه وانا اخش اوضه. لا افشاء الاسرار الزوجيه عادة. لا افشاء الاسرار الزوجيه منهي عنه تماما. يعني والدتي عني، يعني والدتي واخواتي ما يعرفوش عني اي حاجه، لا بدي مراتي كام ولا بجيب كام ولا بصرف كام. فطبعا انا راجل شغال صنايع بتاع رخام ارزوق على باب الله. يعني لما مؤاخذه كنت مثلا باجي مثلا اخر اسبوع اسيب لها مثلا قد ايه مصروف 300. ايوه مثلا 400 كده يعني، ما كنتش معامل معاها ان هي مثلا. وهي كانت بتشارك معاك؟ كانت بتشارك معاك يا محمد؟ كانت بتشارك معاك؟ هي كانت بتشارك معايا في البيت. بتشارك معاك في مصاريف البيت. طيب يعني لما اكون مثلا ايه بطلت مثلا اسبوع اثنين بتفرد، هي ما كانتش محسسني صراحه بحاجه زي كده او كان في حاجه زي كده بيننا. انا وكده شغاله واتفقنا على هذا الاساس، يعني انا قلت لها يا بنتي اقعدي من الشغل انا هتكفل بيكي، قالت لا انا هساعدك. طيب ايه نوسع من حياتنا، المهم ربنا كرمنا وجبنا حاجاتنا يعني ما كناش متخيلين ان احنا نوصل لكده يعني، الحمد لله ده رزق ربنا. طب ايه المشكله يعني انت دلوقتي عايز ايه بالظبط يا محمد؟ المشكله ان انا طبعا معايا البنتين. ايوه مروه ومعايا اسماء. مروه نعم. عندها 5 سنين واسماء عندها 10 سنين. نعم. خدت بالك؟ كنت انا سيبهم لها، اهملت فيهم. هتاخدهم منها يعني؟ نعم. يعني انت هتطلق وتاخد البنتين؟ هي متطلقه بقى لها 2 ونص. انا يعني انا حاولت معاها ان انا ان هي تشيل فكره الطلاق، ما رضيتش، رفضت عليها قضيه الطلاق. فطبعا قلت هنقف قصاد بعضينا في المحكمة. يعني هي اللي رفعت عليك قضيه طلاق للضرر. هي كانت يعني كاني الشيطان في بقها كلمه طلاق. فطبعا لما لقيتها عملت كده قلت لها يا بنتي طالما وصلت لدرجه ان انت هترفعها عليا دي، لا يا بنتي انا ممكن اخليكي زي بيت الوقف. مش يعني المهم اصل بعد ما اتطلقت خلاص ولا بيت وقف ولا بير وقف. يعني هي دلوقتي اتطلقت بحكم قاضي. لا هي ما اتطلقتش بحكم قاضي، انا ما هي ما لحقتش يعني، هي رفعت وجالي طبعا اعلان من تهديد من المحاميه بتاعتها زي ورق، يعني كان بيجي على الورق عن طريق بوستة تهديد من محامي يعني عادي. مش ايوه يا حبيبي، ما هو القاضي هو اللي اعلن الحكم بالانفصال بينكما. لا 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 نتيجه هي بتشتكي منك، ما هو ده طلاق للضرر بنسميه. لا هي ما كانش لسه وصلت ان هي اللي توصل لقضيه. امال انت اللي طلقت؟ انا قلت لها يا بنتي هنقف صف بعضينا في المحاكم عشان وبيننا بنتين. انت اللي طلقت يا محمد ولا المحكمه اللي طلقت؟ لا هي جيت انا لما اتكلمت معاها قلت لها يا بنتي عايزه ايه؟ قالت لي اتطلق. قلت لها طب خلاص تعالي نوصل للمأذون وطلقك طالما هي ورقه الطلاق هتريحك. طيب
طلقتها بقى وهم كم اللي طلقة؟ مدهونه برضه بذوق باحترام وطلقنا عادي. قلت طلقتها لها يا كم بنتي طلقة؟ ادوار الطلاق في ايدك اهي، كم انت اللي طلقة على راس ربنا يهديك عشان خاطر البنتين نربيهم ما بيننا. طيب يا محمد طلقتها كم طلقة يا بابا؟ دي هي أول مرة. أول مرة يعني لسه لك طلقتين؟ إيه؟ لسه طلقتين بالرغم من العدة انتهت، ممكن ترجع لها؟ ما أنا حاولت بقى لغاية امبارح تلاقيت لإخواتها قلت لهم دلوقتي يا جماعة أنا بقالي سنة ونص قاعد. البنتين دول انا لما وظفتهم لو كنت عشت لهم النهارده مش هعيش لهم بكره. البنتين دول عايزين مراعيه. ودول انا يعني حياتي وروحي، فخايف عليهم. اختكم هتقبل ان هي واحده غيرها تربي عيالها؟ قالوا لي احنا كلمناها قالت من ربع المستحيل، لغايه امبارح بنكلمها قالت من ربع المستحيل. شوف يا محمد، خاطر البنتين عشان خاطر البنتين محمد، ربع المستحيل. محمد اعتبرني والدتك يا محمد، وبقول لك ان في سر وفي غموض في مشكلتك يا محمد، لان انا لا اتصور ان واحده بمنتهى السهوله على تقول لك طلق 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 طلق، وبعدين عندها بنتين المفروض البنتين دول يخلوها تتمسك ببيتها اكتر. واحنا دايما بنقول يا جماعه يا حبايبنا ارجوكوا تقولوا لنا المساله من الناحيتين، من الوجهتين. يعني انا اشوفك كده اقول دي ست فيها وفيها 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 واخلص منها، لكن انا حاسه ان في حاجات ما بتتقالش، ما بتتقالش يا محمد، فانا لازم هي تتصل بيا واسمع منها عشان اكون عادله بينكما. هي تتصل بينا في الكنترول وانا اسمع منها، ماشي؟ ايوه سعيد. ايوه اتفضل يا فندم. ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا. والله انا شاكر لافضل حضرتك واللي حضرتك بتقوليه، يا ريت كل الناس تسمعه. الله يخليك يا فندم. حضرتك المشكله اللي عندي مش عندي انا، عند ابن اخويا. عمر الجوازه بتاعته الشهر الجاي تتم سنتين. ابنه النهارده عيد ميلاده. خدت بال حضرتك؟ نعم. المشكلة حضرتك في إن مراته ديت قعدت في بيته، هو ولد وحداني. مالوش أخ، ليه أخت، وأخته متجوزة ومتهنية تمام 24 قرات. المشكلة في إيه؟ في مرات ابن أخويا ديت، هي اللي عاملة لنا المشاكل. الفترة عمر الجوازة دي حضرتك قعدت عند أهلها ما يقرب من نص المدة أو أكتر. نتيجة خلافات زوجية بينهما؟ ما كانش فيه خلافات. الخلافات كلها تكمن في ايه؟ في ان هي غير راضيه على انها تعيش في بيت اهله. يبقى في مشاكل بين اهله وبينها. مفيش والله. كل يعني اللي ازاي بس؟ يعني حضرتك لما تبقى ام ما هو ده نوع، بص يا محمد، ده نوع من انواع الغيره يا سعيد. نعم. ده نوع من انواع الغيره. دايما المشاكل بتجنة ان حمات او حماتي بتعمل وحماتي بتسوي واختي جوزي بتعمل واختي جوزي بتسوي. اكمل في غيرة. حضرتك نعم اكمل بعد اذنك. اتفضل. يعني حماتها عامله لها بالظبط كده خدامه. طيب مش هيناها في حاجه ولا مشغلاها في حاجه ولا بتقضي اي حاجه، وسايباها تنام براحتها وتقوم براحتها. لان ما عندهاش غير هو الولد ده هوت. رغم كده ما هياش عاجبه. أيه. تقول لها يا ماما انا عايزه اخرج اروح السوق اجيب حاجه اعمل حاجه، قالت لها لما اموت انا تبقي انت تخرجي، انا ما عنديش حد يخرج يقضي حاجه، انا موجوده اعمل لك اللي انت عايزاه كله. لا ما ده غلط يعني لعلمك، يعني انت واخد الموضوع ده على انه حاجه كبيره جدا وعطف من الام واحترام من الام. أيوه. بس ده كبت للانسان، يعني هي وعدم استقلاليه، هي واحدة زوجة عايزة تشعر بأنها حرة في بيتها. طب ما هي حرة في بيتها يا دكتور. لا مش حرة، لا مش حرة في بيتها، لا هي العملية لوحدها. بص، الأكل والشرب فقط. أنا مش هي العملية إن أنا أعيش في شقتي وأبقى مكتومة. لا مش مكتومة. أمال إيه؟ ده هي حرية كاملة لها مطلقة. لا فين يعني الحرية؟ فين؟ نعم قول لي حضرتك فين الحرية؟ الحرية في إنها لها حريتها المطلقة في كل شيء، في عيشتها، في شقتها، وجوزها بيشتغل نظام ورادي بيسافر ويرجع، فالفترة اللي هي بتقعدها في البيت يعني من غير جوزها مع حماتها. أيوة أنا معاك يا بابا، وأنا أحط حماتي على راسي،
بس انا بقى حره اشتري ايه وما اشتريش ايه، يبقى عندي بقى بتنفس انا اشوف طلبات بيتي ايه، مش العمليه تبقى خايفه عليا ومنعاني. وكمان ده العمليه بتخنق يا بابا، ما الانسان مش بيحب التغيير؟ بيحب التغيير. يعني هي الست كتر الف خيرها مقدمه نعم ومقدمه خدمات ومقدمه حب ما نلاقوهوش دلوقتي، لكن اين الطرف الاخر؟ يعني هي ولو جوزها كان معلش. ايوه نعم. طب ماشي مشاهدينا، فاصل قصير ونعود اليكم ان شاء الله تعالى. خلوا معنا. مشاهدينا عدنا اليكم وما زلنا في تواصل معكم عن حلقه خاصه عن الغيره القاتله. بالنسبه لسعيد بسرعه كده، يعني انا بقول لاخوه او لهقله ان في مثل عندنا بيقول الدبه التي قتلت صاحبه، يعني من كتر الحب ومن كتر الحرص بنلاقي نفور من الجانب الاخر. خلينا يا جماعه معتدلين في حياتنا، لا نتوجه خالص كده او نتوجه خالص كده. ادوها احساس بان دي شقتها، ان دي حاجتها لشقتها، عشان خاطر هي طبعا ده اللي مضايقها. بعد كده بقى في كلمتين قالهم ابن القيم، ابن القيم هذا فقيه حنبلي، قال: وغيرة العبد على محبوبه نوعين، غيرة ممدوحة يحبها الله، وغيرة مذمومة يكرهها الله. فالتي يحبها الله أن يغار عند قيام الريبة في موضوع شك، فطبعا عايز يعرف الحقيقة فبيغير، والتي يكرهها أن يغار من غير ريبة بل بمجرد سوء الظن. وهذه الغيرة أو الغيرة تفسد المحبة وتوقع العداوة بين المحب ومحبوبه. طيب إذن الغيرة المحمودة لابد من الاعتدال فيها والحكمة، الإحساس العاطفي، الإحساس العاطفي، لكن الإحساس الذي يؤدي إلى عدم الثقة وإلى الشك وكل شوية يتصل بها بالتليفون يشوفها فين، راحت فين، جت منين، لا، وهي كمان بتعمل كده، ما ينفعش. فإذا عندنا تعظيم الحرمات، الرجولة، الشرف، العزة، الشهامة، النبلة، العفة، دي أنواع الغيرة المحبوبة. عكسها بقى أو ضدها انتهاك الحرمات، اتباع الهوى، الدياثة أو الديوث، في واحد زي ما نشوف ثلاثة لا يدخلون الجنة منهم الديوث. الديوث ده يعني اللي ما عندوش أي شعور نحو مراته، تلبس زي ما عايزة، تخرج وقت ما عايزة، تدخل اللي هي عايزة تدخله، وهكذا، وهو بليد بليد ما عندوش أي غيرة نحو زوجته. وفي عندنا الفسوق وفي عندنا التبرج، ولذلك جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن يغار والله أشد غيرا. أما موضوع الشك بقى فده إن شاء الله هنخصص له حلقة بكرة، وهيكون معانا الدكتور علاء رجب استشاري الأمراض النفسية في مداخلة تبين لنا فيها بقية أنواع الغيرة وتبين لنا الفرق الفاصل بين الشك وبين الغيرة. في بقى حاجة اللي عايزة أقولها عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وغيرتهم على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كانوا بيغيروا من بعض، يعني كانوا بشر بيغيروا من بعض. فالحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، العسل والحلوى، فكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن
فدخل على حفصه بنت عمر، دخل على حفصه بنت عمر فاحتبس اكثر ما كان يحتبس، يعني قعد عندها مده اكثر من المده اللي كان بيقعدها عندها او عند غيرها. فسقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن ذلك، غرد بقى سأل عن ذلك، فقيل لي أهدت لها امرأة من قولها بمكة عسل، أهدت لها عسل، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت أما والله لنحتالن له، يعني حبت إيه إن لما سألت وعرفت إنه شارب عسل، وما كانش عندي زوجتها فاطمة ولكن كان عنده واحدة تانية يومها آخر غير يوم حفصة، فحبت بقى بقية النساء بقيادة السيدة عائشة إن هي إيه تعمل خطة. الخطة ديت قالت لهم بقيت بقى زوجات النبي إن كل واحدة فيكم تقرب من الرسول عليه الصلاة والسلام وتشم نفسه وإيه وتنفر من هذا النفس وتقول إنك أنت خدت إيه مغافير، والمغافير عبارة عن صمغ له رائحة ولكن طعمه حلو، لكن له رائحة كريهة، لغاية ما الرسول عليه الصلاة والسلام حاضر قال لهم غارت أمكم وأقسم على نفسي، ونزل سورة التحريم اللي إن شاء الله بكرة هنشوف سبب نزول هذه الآية بالنسبة لزوجات الرسول عليه السلام، ونكمل معاكم بإذن الله الفرق بين الغيرة والشك. وشكرا على حسن استماعكم ومشاركتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.